خير الأيام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين متابعي قناة الإمام المهدي الفضائية، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأيضا نرحب بضيوفنا الكرام، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي الضيوف. عن النبي صلى الله عليه وآله في خطبته التي استقبل فيها شهر رمضان، حيث قال: وتوبوا إلى الله. التوبة هي الإنابة إلى الله والرجوع إلى الله. وفي هذا الشهر الكريم الله سبحانه وتعالى فتح أوسع أبواب التوبة، لأنه النبي قال: قد أقبل إليكم بالمغفرة بالبركة والرحمة والمغفرة. المغفرة هنا تلائم التوبة، يعني الإنسان التائب في هذا الشهر الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فالذنوب التي يرتكبها الإنسان في ما سبق من الشهور والأيام، فهذه فرصة له للرجوع والإنابة إلى الله عز وجل وإلى التوبة النصوحة، بحيث لا يحتاج بعدها إلى توبة. عن الإمام الباقر عليه السلام قال لأحد أصحابه: يا محمد، ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة، مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة. يعني أن الإنسان بعد توبته يصفى من الذنوب، فلا يبقى له ذنب، فالله سبحانه وتعالى يغفر له إذا تاب وعمل صالحا جميع ذنوبه، فلا يبقي من ذنوبه شيئا. ولكن لا يتجاسر الإنسان بالذنوب حتى لا يسلب توفيق التوبة. يعني واحد يقول: أنا بعد 10 سنوات وأتوب، بعد 5 سنوات وأتوب، بعد مثل كذا 20 سنة وأتوب. هذه الأعمال من اللي يقول إنه هو راح يعيش إلى هذه المدة؟ لأن الإنسان قد ينام ولا يصبح عليه الصباح، أو في طريق وتنتهي حياته. وحتى لو عاش إلى مثل 20 سنة، هذه الذنوب تسلبه توفيق التوبة، يعني لا يفلح بعدها للتوبة، ما يؤدي إلى التكذيب بآيات الله. يعني ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. يعني هاي الذنوب اللي يرتكبها الإنسان والمعاصي تؤدي إلى حرمان الإنسان من التوبة، يعني يسلب توفيق التوبة، بعد ما يصير له ما يوفق لأن يتوب. وهذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن زاد زادت، حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها أبدا. شيخنا، بلي، ما هي نكتة القلب؟ نكتة سوداء يعني غطاء مثل الرين، هذا يغشي القلب، لأن القلب عبارة عن فيه نكتة بيضاء، في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: القلب نكتة بيضاء. فهذا الإنسان إذا أذنب ذنب، هاي النكتة السوداء تكون داخل هذه البيضاء، يعني شوية تأخذ حيز من المكان الأبيض، فإذا أذنب بعدها اتسعت، فإن تاب انمحت. لكن إذا أخر التوبة، هذه النكتة السوداء تطغى على قلبه فلا يوفق إلى التوبة، يعني يسلب منه توفيق التوبة، فيحرم الإنسان من التوبة. إذن فعلينا في هذا الشهر المبارك أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نتوب من ذنوبنا جميعا حتى يغفرها الله لنا، وندخل إن شاء الله الجنة. شيخنا، بلي، تفضل. الله يغفر كل الذنوب حتى الغيبة؟ أحسنت. سأل أخوكم روح الله، يقول: هل أن الله سبحانه وتعالى
يغفر جميع الذنوب حتى الغيبة مثلا، لأن أكو ذنوب تتعلق بحق الله عز وجل كالصلاة والصوم باقي العبادات، هاي الله سبحانه وتعالى وردت فيها أحاديث قد يغفرها للمؤمنين. لكن هنالك ذنوب تتعلق بحقوق الناس مثل الغيبة والنميمة والبهتان على المؤمنين، فهاي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هم راح يغفر هاي الذنوب بأجمعها، أو أن لابد من الاعتذار من صاحبها وحتى يغفرها الله سبحانه وتعالى. فمنو منكم اللي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال؟ شيخنا بلي تفضل. نعم، لأن رحمة الله واسعة. أحسنت، أجاب أخوكم حجة الله أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب، أيضا ما يؤيد ما تفضل به حجة الله أن قول النبي صلى الله عليه وآله قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني الإنسان إذا تاب وأصلح وعمل صالحا فالله سبحانه وتعالى يغفر له جميع الذنوب فلا يبقي لها شيء، فلا يبقي منها شيء، يعني كل الذنوب تغفر، حتى الغيبة اللي هاي لا تغفر إلا برضاه. فالإنسان إذا تاب وأصلح وعمل صالحا واعتذر من صاحبها لكن ما قبل يغفر له، فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة راح ينادي منادي يقول أيها الناس أنا الواهب، فهل تتواهبون؟ يعني واحد يهب ذنوب اللي حقوق اللي على الآخر فيهب بعضهم لبعض، فلمن يهبون يبقى قسم قليل يقولون احنا مظالمنا اعظم من ان نهبها، يعني احنا ذنوبنا اللي ارتكبوها بحقنا عظيمه ما نقدر احنا نطيحها لهم. فالله سبحانه وتعالى يامر خازن الجنه بان يخرج قصرا من الجنه، فيقول لهم الله سبحانه وتعالى انظروا هذا لمن عفى عن اخيه المؤمن، يقول فيعفو جميع الخلق إلا قليل جدا، يقول فيعفو جميع الخلق. فالله سبحانه وتعالى يعوض أصحاب الحقوق اللي لهم حقوق على الآخرين يوم القيامة، يعوضهم بالجنان فيعطيهم من الجنان ما أوسعها حتى يغفروا للمؤمنين. فإن شاء الله يكون الجواب واضح، وإن شاء الله قدرنا نوصل إلى نتيجة أن الله سبحانه وتعالى يغفر يوم القيامة جميع الذنوب ولا يبقي منها شيئا إن شاء الله تعالى. وبهذا أعزائي المشاهدين ينتهي حديثنا لهذا اليوم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيامك خير الأيام يا رمضان، يا شهر الصيام وقيام يا رمضان.